السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم معنا متتبعينا الكرام في قناتكم أليسامبل كندا تي في. في الفيديو ديالنا اليوم جبنا لكم أخبار جميلة مع عروض العمل اللي علنت عليها نوفو برونزويك واللي كتهم 12 مهنة مختلفة في 3 ديال الميادين، وهذه فرصة قيمة للشباب والشابات اللي كيبحثوا على طريقة شرعية ومجانية للهجرة عن طريق عروض العمل المجانية بطبيعة الحال. فإلا كانت كتوفر عندك التجربة المهنية في وحدة من المهن المطلوبة وتمكنتي أنك تقنع المشغل في لونتروتيان دومبوش بلي انت هو العامل المناسب اللي كيقلب عليه، فغادي تمكن أنك تحصل على عقد العمل يعني رخصة عمل، وتمكن بعد مدة معينة من الحصول على الإقامة الدائمة. اما بالنسبه للناس اللي غادي يسولوا على هذه المقاطعه ديال النوفو برونزويك كي دايره، فهي من احسن المقاطعات الكنديه بالنسبه ليا، لانها كتوفر فيها جميع شروط الاستقبال المهاجرين، كيف ما انها كتوفر فيها الفرص سواء للعمل والاندماج، وكذلك كتوفر فيها طبيعه جميله بزاف وفيها الامان، وهذه احسن حاجه. وما نساوش بلي الناس ديال هاد المنطقه فهما منفتحين على الانسان الاخر، يعني شعب كيبغي يتعرف كيبغي يستقبل المهاجرين، ماشي بحال الكيبيك اللي كتعتبر بالنسبه ليا مقاطعه اللي السكان ديالها او الناس ديال الكيبيك فهما منغلق. قبل ما ندوزو نشوفو المهن المطلوبه والشروط للتسجيل، فبغيت نذكركم اخواني اخواتي باللي الرابط ديال التسجيل غادي تلقاوه اسفل الفيديو في المكان اللي كيتسمى بصندوق الوصف. كيف ما بغيت نطلب منكم انكم ما تنساوش تشجعونا بالاشتراك في القناه والاعجاب بالفيديو باش يوصل لاكبر عدد من الناس اللي غادي يكونوا بلا شك محتاجين لهاد المعلومات اللي فيه. إذن هادو هما الميادين اللي مطلوبين فيهم العمال الآن في نوفو برونزويك كيف ما كتشاهدوا، وكاملين في مع النهاية ديال هاد السنة، يعني هي مكتوبة عندنا هنايا إيفير 2021. والمجالات فعندنا الصناعات الغذائية اللي فيها العمل في المخابز وغيرها، وعندنا الثاني هي المهن أو الحرفيين، والثالث فهو خاص بالمجال الغابوي. وبالنسبة لهذا المجال فأغلبية ديال الناس المغاربيين اللي هما المتتبعين ديالي وكنشكرهم بزاف، فأغلبيتهم ما غاديش يكون عندهم تجربة في هذا الميدان، تقدر تكون عند الميكانيكيين اللي عندهم مع الميكانيك وغيرها يقدر، والعمل في الخشب يقدر، ولكن بالنسبة للمتتبعين ديالي من المغرب العربي فالميدانين الأولين هما اللي غادي يكونوا كيهمهم بالدرجة الكبيرة. فندوزو نشوفو المهن، لأن هذا غير الميدان عاد فيه المهن. فبالنسبة للميدان الأول اللي كيهم الصناعات الغذائية فكنلقاو عندنا 4 ديال المهن، وكيف ما كتشوفوا فما نقدرش نترجمهم لكم، يعني نجيبهم نيشان في الترجمه. غادي نحاول، عندك هنايا العمل في المخابز والصناعه ديال الحلويات، وعندكم باش تاكدوا من ان هذه هي المهنه المطلوبه بالضبط كتضغطوا هنايا عليها وكتخرجوا نيشان في المكان الخاص بلا سي ان بي، فين كاينين المعلومات بشكل اوضح على المهنه من ناحيه ديال التسميه ديالها، من ناحيه ديال الاعمال اللي كيقوم بها صاحب المهنه، فهي كلها عندكم هنايا بالديتاي، وعندكم كذلك شروط الممارسه هذه المهنه. فمن الضروري على انكم بالنسبه لاي مهنه هنايا تكونوا عارفين كتوفر فيكم هذه المهام هي اللي كتقوموا بها، وكذلك كتوفر فيكم الشروط ديال الدخول للمهنه. فكاينين المهن اللي هو ضروري ضروري على انكم تكونوا كتوفروا على الدبلوم ديال لي زيتود سكوندير، هنا كاتبين غير ابيتويلمون اكزيجي، ولكن كاينين شي مهن اللي كيكتبوا فيهم بانه اكزيجي بالدرجه الاولى.
وهنا عندكم المهن اللي ما داخلاش في هذا الإطار هذه ولكن عندها علاقة، فمن الضروري على أنكم تأكدوا من المهنة ديالكم، لأن بالنسبة لدوك الأعمال اللي كيقوم بهم صاحب المهنة فهادو هما اللي غادي يتمحوروا عليهم الأسئلة ديال المشغل في اللقاء ديال لومبوش. وكيف ما كتشوفوا فها كاينين هنايا 4 ديال المهن، غادي نخلي لكم انكم تدخلوا لهم وحده بوحده وتشوفوا المهنه ديالكم وتشوفوا كذلك الشروط ديالها وتاكدوا منها بنفسكم، حيت الا بقيت كندخل لكل مهنه على حده غادي ندير فيديو طويل وانا ما عنديش الغرض فان الفيديو يكون طويل بزاف. غادي نمشيو نشوفوا المجال ديال الحرفيين ليميتي، فهاد ليميتي هادو كيتعلقوا بصناعة ديال الخشب. عندكم هنايا 3 ديال المهن، عندنا الاولى شاربونتيي منويزيي، عندنا الثانيه بيرسونيل دانستالاسيون دونتروتيان دو ريباراسيون ديكيبمون ريزيدونسييل اي كوميرسيال، وعندنا الثالثه مونتور كونترولور دوتر برودوي اون بوا. فإلا كتشوفوا بلي الخشب كيتعاود بزاف في هاد المجالين الاخرين، فلان نوفو برونزوك فهي معروفه بالغابات معروفه بصناعه الخشب وكيحتاجوا بزاف العمال فيها. فغادي نوريكم هذا المجال الاخير اللي قلت لكم ما كيهمش بزاف الناس ديال المغرب العربي، ولكن ما نعرف فهو فيه 1 2 3 4 5، فيه 5 ديال المهن. كاينين شي مهن اللي مثلا ميكانيسيان ديكيبمون لوغ تقدر تكون كتعرفوا ليها ولا كتعرفوا شي حد اللي عنده فيها تجربه تقسموا معاه المعلومه. ندوزو نشوفوا الشروط ديال التسجيل، فهنا كاينين 2 ديال الشروط اللي هما ضروريين بزاف، فالا ما كيتوفروش في الواحد فبلا ما يدفع الطلب ديالو. الشرط الاول كيهم الدراسه، فمن الضروري جدا ان الواحد يكون عنده ما يعادل ديبلوم ديتود سكوندير، والدبلوم ديتود سكوندير بالنسبه للمغرب فهو نيفو باك، يعني الواحد اللي خاصو يكون عنده المستوى ديال البكالوريا المغرب. انا كنهضر على المغرب حيت هو اللي كنعرف، بمعنى انه واخا ما تكونش حصلتي على البكالوريا ولكن قريتي المستوى ديال البكالوريا فكيتوفر فيك هذا الشرط، يعني يمكن لك تدفع الطلب ديالك. والشرط الثاني اللي هو ضروري انه يكون متوفر وكيهم التجربه المهنيه، فمن الضروري جدا انه تكون عندك على الاقل سنه ديال التجربه المهنيه في المجال اللي انت باغي تخدم فيه في نوفو برونزويك واللي انت باغي تدفع فيه الطلب ديالك. من الضروري جدا على الاقل انها تكون عندك سنه، وهاد السنه هذه تكون مثبته، يعني تكون عندك الاثبات بان راه عندك فيها تجربه. وبالنسبه للاوراق المطلوبه فهنايا حاطين 6 ديال لي دوكيومون، ولكن صراحه راه غير 2 اللي فيهم اوبليغاتوار، يعني 2 اللي فيهم ضروري انهم تحطهم مع الطلب ديالكم. فالاول كيهم الصوره ديال الصفحه الاولى الباسبور اللي فيها التصويره، وثاني فهو كيهم السيره الذاتيه او السي في. اما البقيه ديال لي دوكيومون او الاوراق فغير الا كانوا كيتوفروا عندكم فدفعوهم مع الطلب ديالكم، الا ما كانوش كيتوفروا ماشي مشكل، ولكن انا كنصحكم اللي مرتو عندها تجربه مهنيه وخدامه فما فيها بس انكم تحطوا السي في ديالها معكم، غادي تقويوا الحظوظ ديالكم. ملي كتوجدوا اخواني اخواتي الورقات ديالكم وكتكونوا مستعدين انكم تملؤوا الاستماره ديال المشاركه فكتجيو للاسفل هنايا بوزي فوتر كانديداتور مانتونو وكتكليكيو عليها وكتبداو تعمروا في الاستماره ديال المشاركه، وهي طريقه سهله جدا. فالا ما تمكنتوش ولا لقيتي شي صعوبه كتبوا لي تعليق باش ندير لكم عليها فيديو. كنشكركم اخواني اخواتي على المتابعه وكنتمنى انكم تشاركوا بكثره، لان هذه فرصه من الضروري جدا انكم تستغلوها الا كانت كتوفر فيكم الشروط.
فما تنساوش انكم تقسموا المعلومة مع الناس اللي كتهمهم، خصوصا اذا كان شي واحد في المحيط ديالكم عنده تجربة المهنية في وحدة من هذه الميادين اللي نتوما شفتوها. وفي انتظار اقتراحاتكم وتساؤلاتكم كنقول لكم الى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.